وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم بالمداولة الأولى على التقرير 23 للجنة المالية للتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن خفض نسبة استقطاع القرض الحسن. وكان المجلس قد وافق على تقديم مناقشة قانون التأمينات قبل العفو الشامل ومد الجلسة حتى الانتهاء من الموضوعين. وخلال مناقشة تعديل قانون التأمينات أكد نواب على أهمية إنصاف المتقاعدين فيما يخص الاستبدال، وطالبوا بإقرار القانون في المداولة الأولى وبحث التعديلات عليه مع الحكومة في اللجنة المالية.